السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. دائما إذا جيتوا تنسقون في الأزهار اختاروا التناسب بين الأزهار في الأحواض بحيث أنها تكمل بعض. يعني مثلا عندنا الآن هذه زهور الأراولة، هذه زهور الأراولة ميزتها أنها تزهر في وقت واحد، يعني تزهر على شكل أفواج، مجموعات، تفتح الأزهار على شكل مجموعة، وفي نفس الوقت تذبل الأزهار وتموت في نفس الوقت، فيكون الحوض تقريبا فاضي، يعني خالي من الأزهار. وفي ذلك الوقت إذا ذبلت وماتت تحتاج قص، تحتاج تقليم وتسميد، وتأخذ وقت حتى يظهر فوج آخر من الأزهار. فلذلك تلاحظون أن الحوض يكون فاضي من الأزهار، لذلك الأفضل أننا نزرع كذا نوع. فمثلا ندمج بين أزهار الأراولة، هذه هي هذه في مجموعة ألوان منها، مع مثلا نوعية ثانية من الأزهار مثلا البتونيا، بحيث أن لو قصينا أو ذبلت أزهار الأراولة وقصيناها يكون البتونيا تعوض وتكون موجودة في الحوض، ما يكون فاضي، ما يكون فيه أزهار. هذه أزهار البتونيا، يعني لو دمجنا بين البتونيا والأراولة يكون فيه تنسيق في حوض ما يكون فاضي، يعني يكون إذا اختفت الأزهار الأراولة يكون البتونيا تعوض وفيه الحوض ما زال فيه أزهار. يعني كثير يأخذون الأراولة ويكون مبسوطين عليها وشكلها جميل والشتلة مليانة أزهار، لكن بعد فترة يلاحظونها ذبلت وانتهت. بعد ما تكون ذبلت جميع الأزهار، فتحتاج تقليم وتأخذ وقت حتى تظهر الأزهار أو الدفعة أو الفوج الثاني. ففي الفترة هذه يكون الحوض فاضي ما في أزهار، وهذا الشيء ما نبغاه. فحتى نتجنب المشكلة هذه أننا ننوع في الحوض من أزهار أخرى حتى تعوض نقص الأزهار. وهذه أزهار القرنفل الصيني، وعن تجربة أزهار قوية وجميلة وسهلة العناية، تحتاج فقط مراقبة في البداية، يعني أول ما نزرعها نهتم بريها جيدا حتى لا تذبل، وعندما تتمكن وتمد جذورها في الأرض لم يعد هناك أي خوف عليها، نقدر نقنن الماء. وهذه نبتة الكلانشو، والكلانشو أو زهار الكلانشو، الكلانشو نبتة عصارية ممكن ندمجها مع الصباريات لأنها نفس الاحتياجات، ما تحب كثرة الماء ولا تحب الشمس القوية. أفضل شيء أن نشتريها أو نقتنيها وأزهارها ما زالت مقفلة ما تفتحت، لأنها إذا تفتحت تأخذ، يعني إذا حابين أنها تعيش معنا فترة طويلة فالأفضل أنها تكون أزهارها لم تتفتح بعد حتى نستفيد منها أطول فترة. لاحظتوا هنا أنهم يعرضونها قبل تفتح أزهارها، لأن هذا الشيء يعني يعطيها فرصة للأزهار للعيش أكثر. هنا مجرد زهرة واحدة أو ثنتين متفتحة، فهي زهرة جميلة جدا، يعني من الأزهار الجميلة، ونسقها مع مثل ما قلت لكم العصاريات. يعني غلط أن نحطها مثلا أو نضعها مع البتونيا مثلا أو الأراولة، لأن احتياجاتها مختلفة عن الأزهار الأخرى. منها ألوان كثيرة، هذا اللون الأبيض وفي الأحمر الفوشي، ألوان كثيرة متعددة. المجموعة هذه متفتح الأزهار، بعضها متفتح، شكلها جدا جميل وزهرتها تدوم فترة طويلة، لكن أيضا ظهورها يأخذ وقت. من الضروري تسميد نباتاتنا في الفترة هذه لأنها الأجواء باردة، وحتى النبات يستطيع يتحمل الأجواء الصعبة يحتاج إلى تغذية مثل الإنسان، فهنا الأوراق تدل على أن هناك نقص حديد، أيضا تحتاج سماد عضوي حتى تتقوى النبتة وتدفع وتتحمل الأجواء الباردة. هذه أيضا مصابة بالحشرة حافرة الأنفاق، تحتاج تقليم وغسيل ورش.